بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نبدأ في حل مع بعض أول تمرين في الحساب الشعاعي الخاص بالأولى ثانوي جذع مشترك علوم والتكنولوجيا سنة 2020-2021. نبدأ بهذا التمرين خفيف ظريف، وبعد نتعمق شيئا فشيئا في التمارين. التمرين الأول فيه جزئين. الجزء الأول قالك أذكر مع التعليل إن كانت العبارات التالية صحيحة أم خاطئة. أولا عندنا الشعاع AB زائد BC زائد CD زائد DE زائد EA معدوم، يعني إذا حسبنا هذا كامل نصيبوه معدوم. إذن مع التعليل يعني نحسبه ومبعد واش نديره ومبعد نشوفه هل هذا صحيح أم خاطئ واش رام يقول. إذن نتحقق، نجي نرفض الشعاع هذا هكا، نقصوه نجيبه لهنا ونجوبه صح، نديروا خط على التمرين باش نفرقوا بين إجابة والتمرين صح. شوفوا معايا الشعاع كيما راهو، هل صحيح هو معدوم ولا لا. هنا نقوم بتطبيق علاقة شارل. شوفوا معايا صح، اذا نشوفوا فيه هذو كامل كيما راهم، وين نقدروا نطبقوا علاقة شارل؟ نقدروا نطبقوا علاقة شارل لهنا، ونقدروا نطبقوا علاقة شارل لهنا صح. نجي نكتب كيما هكا، هذو زوج هكا نقدر نطبق علاقة شارل، وهذو زوج نقدر نطبق علاقة شارل. إذا واش تولي لي؟ تولي لي AC زائد CD ما ننساوهاش زائد DA. طيب بيان، وين نقدر كذلك نطبق علاقة شارل؟ نقدر نطبق علاقة شارل لهنا صح. إذن هذه كيف كيف تولي لي AD زائد DA نفس الشيء نطبق علاقة شارل، يعني هذه واش تساوي؟ تساوي AA، ومنه تساوي الشعاع المعدوم. إذن العبارة صحيحة، ومنه فإن هذه العبارة، هذه العبارة صحيحة. طيب ثانيا كذلك قال لي الشعاع AB زائد DC زائد AC زائد BC معدوم، نشوف إذا كان صح ولا لا. نجيب هذه نقصها ونختم. انتبه معي، إذا ما نشوف هنا وين نقدر نطبق علاقة شارل. علاقة شارل راهي هنا، ولا بالأحرى نطبق هاي علاقة شارل، هذه وهذه صح. إذن هنا واش تولي لي؟ تولي لي أي هذا الشعاع يساوي AB زائد BD، هذه وحدة هذا زوج، ومن بعد زائد DC زائد AC، يعني هنا نقدر نطبق علاقة شارل. لا نحي لي هذا البارونتيز هذو هكا خير، هكا نقدر نختم. يعني هنا نقدر نطبق علاقة شارل. إذا واش تولي لي؟ تولي لي AD زائد DC زائد AC، نقدر نطبق علاقة شارل لهنا، تولي لي AC زائد AC، معناه واش تساوي؟ يساوي اثنان AC، هكذا يساوي اثنان AC، يعني ليس معدوم. إذن ومنه فإن هذه العبارة خاطئة، ومنه فإن هذه العبارة خاطئة، هذه واحدة. نأتي إلى الجزء الثاني، قالك ABC ثلاث نقاط ليست في استقامية.
أنشئ النقطتين أم وأن المعرفة كما يلي. نبدأ بالنقطة بهذا الشعاع الأول، هذه المساواة الأولى، عندنا AM زائد AB تساوي AC. إحنا لازم تكون أم AM تساوي، لازم إذن هذا البي سي تروح من الجهة اللي ملهيه، هذه تروح الجهة اللي ملهيه، إذن تولي لي AM تساوي AC ناقص AB، صح؟ هذه واحدة. اللي هنا هذا الناقص AB يعني ناقص الشعاع ناقص AB يساوي ماذا؟ يساوي BA، صح؟ إذن واش ندير؟ اللي هنا تولي لي AM، AM خليها كيما راهي تساوي أي BA أنه صبحت زائد زائد AC. يعني هنا نقدر نطبق علاقة شال، إذن واش تولي لي؟ تولي لي AM زائد تساوي BC، هذه وحدة AM تساوي BC لأنه طلبوا مني الإنشاء. خلي هذه أكوتي، خليها لهنا ومن بعد نولي ليها AM تساوي BC حتى التراساج وعوج، هاي صح. نحي لي تشوف هذه منا درك، هذه هنا أختمناها صح. نجول هذه AB زائد NC لأنه أنشئ النقطتين M وN، وين جايين؟ نقطة N M وN. يعني مثلا لو جينا درنا مثلا ثلث نقاط هكذا، النقطة A لهنا مثلا، النقطة B لهنا، والنقطة C هنايا، يعني ثلاث نقاط ليست على استقامية، ليست في استقامية A والB والC. واش قلنا؟ قلنا يا أخي AM AM يساوي BC، هاو البC عندي. إذن باش نرسم الـ AM نجيب هذا، ندير خط واحد آخر كيما هو ونجيبه نحطه هنا يكون موازي للأول هكذا. إذن ها هي النقطة M طريبية. نروحو درك مع المساواة الثانية AB زائد NC يساوي AC زائد BC. هنايا لازم NC، NC تساوي لأن لازم نحي هذا منا نديه في الجهة الأخرى. إذن تولي لي NC تساوي AC، لأنه قال لي أنشئ النقطة N اللي هنا، يلزم كما نديت الـ AM وحدها تساوي AC زائد BC زائد BC ناقص AB لأني ديته في الجهة اللي مليه، صح. هذه وحدة، يعني NC NC تساوي AB AC ناقص AB. يعني هنا الشعاع الشعاع ناقص AB يساوي الشعاع BA، صح، يساوي الشعاع BA. إذن تولي لي AC وBA، صح، AC وBA، يعني تولي لي هكا BA باش ندير باش نواسي علاقة شال زائد AC، يلزم الأرجي في الوسط يا خي هكذا. واش بقالي؟ بقالي بيسي، بقالي بيسي طريبيا. هنا نقدر نطبق علاقة شال، يعني NC واش تولي تساوي؟ تولي تساوي BC زائد BC زائد BC، إيه BC زائد BC، يعني تولي تساوي اثنان، ولا لا لا نكتبها واحدة عفوا هكا، تولي تساوي أي NC تساوي اثنان بي سي هكذا. يعني هاني خرجت في الان سي واش تساوي، صح.
كيفاش نجي ندير انا يعني اثنان بيسي يعني زوج مرات بيسي، طلع السبورة هكذا شويه، واش نجي ندير؟ نجي نعبر بالمسطره بيسي كيما راهو، وندي بيسي عفوا نجيب هذاك بيسي اللي عبرته بالمسطره، نزيد نرسم منه هكذا يعني زوج مرات بيسي بالاسود يكون احسن هكا. يعني قلنا ان سي يعني ان سي يساوي زوج مرات بي سي، هذا هو الانشاء. اعزائي الطلبه كان هذا التمرين شويه سهل يعني، وان شاء الله سنتعمق شيئا فشيئا في حل التمارين. اذا الى ان القاكم باذن الله في فيديو اخر، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.